مشاهدينا اهلا بيكم، برحب بيكم خارج وداخل مصر. النهارده حلقتنا من الاسبوع الاسيوي، اسيا والاكل الجميل والخضار الجميل والفواكه الجميله بتاعتهم. زي ما حضراتكم عارفين، الاسيويين بياكلوا خضار كل يوم، خضار كل يوم خضار، يعني اكلهم كله صحي، ولذلك بيجروا بيمشوا رفيعين، يعني ما بيعوضوش باستمرار. النهارده نتعلم مع بعض، نشوف الكاري الاسيوي بيتعمل ازاي، اللي هو الكاري الاخضر. الكاري الاخضر بيستعملوه في تايلاند، بيستعملوه في كامبوتشيا، بيستعملوه ممكن كمان في الهند، في كل عامه شرق اسيا في كاري مختلف، في كاري اخضر، في كاري احمر، في كاري حراق، في كاري بارد. النهارده هنشوف مع بعض الكاري الاخضر اللي احنا بنسمع عليه، اللي هو معجون الكاري الاخضر. دي توابله هي كالاتي، انا كنت عملت في الحلقات السابقه قبل كده اللي هو الكاري المدراتس، او الكاري اللي هو بيتقال عليه الجرام مصاله، وبعد كده بروح عامل الجرام مصاله اللي هي التوابل الهنديه عامه كلها بروح عاملها كاري. الحلقه دي موجوده على اليوتيوب بتاع القناه، اللي عايز يشوفها ممكن يشوفها. انا النهارده خدت شويه من الجرام مصاله، شويه من الكاري اللي هو العادي، وعندي هنا فلفل رومي حراق، فلفل رومي وفلفل اخضر حراق، عندي توم، عندي جنزبيل. دي المقادير بتاعه الكاري الاخضر، ممكن نعمله في البيت يعني مش لازم نشتريه. عندي هنا الخلاط، هاخد مثلا ايه كده يوقف. عندي هنا الكاري الفلفل الاخضر، وعندي هنا كام قرن فلفل شطه كويس، دول هقطعهم كده واحطهم معاهم، مع شويه الجنزبيل اللي عندي هنا، مع شويه الثوم. الثوم والجنزبيل ده مهم جدا في الكاري اللي هو الاخضر. بعد كده هديله شويه كاري من دوت. في ورق اللي هو ورق الكاري ده للاسف مش موجود عندنا، مع شويه مصاله، جرام مصاله. الكاري الاخضر هو ده اللي بيديني اللون اللي هو الاخضر دوت. ده عباره عن عشب كده مثلا، زي ايه، زي الـ زي النعناع، بنفس طوله الورقه بتاعه النعناع. ده بيكون الورقه بتاعته جامده شويه زي ورقه الورد، ورقه الورد اللي هي الخضراء دي، بيكون نفس التخانه كده ونفس السمكه بتاعتها. للاسف ده مش موجود عندنا، ده اللي هو ورق الكاري اللي هو الاصلي بتاعه، ده مش موجود في مصر كتير، يعني فين وفين لما بيجي، لكن مش مشكله، هيحل مكانه على طول الفلفل اللي هو الاخضر. هو الفلفل الاخضر كده موجود فيها كده ولا كده. كل التوابل دي هروح واخدها كده مع بعض، واروح ضاربها بالشكل دوت. ونازل عليها بشوية زيت عادي جدا، ده حوالي فنجان من الزيت. ده كده بالنسبة لي خلص. اهم حاجة في ده كله في الاخر خالص، هحط شوية من الكزبرة الخضراء، على اساس الكزبرة الخضراء ما حطهاش في الاول فتسود، هدي هتديني كمان اللون والطعم. شوية بصل اخضر مع شوية كزبرة خضراء، ده اخر حاجة. كده عملنا الكاري الاخضر. ده كده شكله في الاخر بنفس الشكل دوت. وكده ممكن نعمل الكاري الاخضر، لو عايزين نعمله هنعمله عندنا في البيت بالشكل دوت. تاني بيكون اجمد شوية لانه فيه الالياف بتاعت الالياف بتاعت، هوريه لكم دلوقتي على طول، الالياف بتاعت الجنزبيل والالياف بتاعت الثوم. يعني انا مش عايز اقول، مش عارف هو بيتعمل ازاي، ولكن الفرق بين ده وده، ان ده يعني
في مادة حافظة طبعا ومحفوظ، ولذلك اللون بتاعه كتم شوية اسود مع الوقت طبعا، وده اللي هو الطازة اللي عندنا، ده شكله بالظبط، ده هو ده بالظبط، ولكن ده نلاقيه جامد بحيث لان ما فيهوش زيت، انا حاطط في ده زيت لان انا هشتغل بيه، فادي الفرق بين الاثنين، وعرفنا الكاري الاخضر بيتعمل ازاي عندنا. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه ديت، هتعجبكم ان شاء الله. كويس، وكده نبدا نعمل الخضار بتاعنا. عندي هنا طاسه لازم تكون سخنه جدا، وبعد كده هاخد الخس اللي هو الصيني دوت، ده شكله بالظبط، ده ممكن يتاكل كده زي الخس بتاعنا عادي جدا، تلاقيه مسكر بس شويه، الفرق بينه وبين التاني ان ده جامد والتاني بتاعنا ده بيكون خس عادي. هاخد شويه منه كده هقطعهم بالشكل دوت. كويس، دي طريقه. اهم حاجه الطاسه عندي تكون سخنه جدا، هديها شويه من الزيت، دول حوالي 3 معالق زيت. كويس، ده حاجه. عندي ثوم وعندي جنزبيل وعندي الكاري اللي هو الاخضر، عندي هنا شويه من الذره، ده هاخده كده حتت واروح مقطعه بالشكل دوت كده بالظبط، مش عايز اكتر من كده. ادي عندي هنا شويه من الثوم، عندي شويه بصل اخضر، وبعد كده هقلب كل الكلام ده مع بعضه، هديله شويه ملح عشان ادبل الخضار اللي عندي يستوي معايا بسرعه، مش استوى لكن مش استوى يتهري، ولكن ينزل الميه بتاعته بمعنى اصح. ده فايده ان انا بحط عليه ملح او حد بيحط عليه ملح، الملح فايدته ان هو بيشد الميه من الخضار فبيتدبل بسرعه. عندي هنا شويه من البصل الاخضر والكرات، هقطعهم دول مع بعض كده بالشكل دوت. اول حاجة هعملها هنزل بيه البصل والكرات مع بعض كده بالشكل ده، وأقلب ده كله مع بعض كده، اول ما احس ان هو لونه اتغير بروح نازل بعد كده عليه بالخضار اللي هو الصيني دوت، اللي هو الخس الصيني بمعنى اصح. كويس، ودوت انا مش عايزه يستوي، كل الحاجات دي انا مش عايزها تستوي لما تتهري، انا عايزها تستوي بطريقه ظريفه شويه، يعني الخضار يبقى بالظبط نصين سوا او ثلاث ارباع سوا بمعنى اصح، ما يبقاش مهري. اول ما اخد الخضار ده كده سوتيه، وده ما بيستحملش طبعا كتير، اقلب كده الكلام ده مع بعض كده، اصبح عندي مجموعه من الخضروات كلها ملونة شكلها جميل قوي. هاخد شوية الجزر دول، واروح مقطعهم برضو كده بالشكل دوت. مع شوية البيبي مايس او كورن، بيبي كورن، واقلب كل الكلام ده كده مع بعض، اتبله شويه ملح مع شويه فلفل، ريحه الجنزبيل طالعه جميله قوي. وبعد كده عندي هنا شويه من الكاري الاخضر، تمام، اديله برده سنه جنزبيل تاني، هيعمل لي طعم جميل قوي مع الخضار. وبعد كده في الاخر خالص عندي هنا الليمون، قلنا شفناه قبل كده برضو في الحلقات اللي كانت قبل كده، الليمون فيه حاجتين، يا اما بجيبه اقطعه كده، باخد بس اللي هو القشره الاولانيه ديت، القشره الاولانيه دي بتكون ناشفه فباخدها كده
وبرميها، وحاجه من الاثنين، بشيل الراس بتاعته كده بالشكل ده، والراس يا اما بشيلها وارميها يا اما بروح دابب عليها كده بحيث ان انا اكسرها وفي نفس الوقت افرمها كده فرمه كويسه بحيث انها ما تبانش. ده هيديني طعم جميل قوي مع الخضار. كويس كده، كفاية دول. ممكن اخد الحتة ديت بس او حتة تانية. واروح نازل بشوية الكاري الاخضر اللي عندي هنا كده، ثلاثة اربع معالق كده. كده اصبح عندي خضار مخضر. ريحة طبعا التوابل اللي انا حاططها جميلة جدا. بعد كده بروح نازل عليه بالكريمة بتاعت جوز الهند. دي كريمة جوز الهند مش لبن جوز الهند. الفرق بين كريمة لبن الفرق بين اللبن جوز الهند وكريمة جوز الهند ان اللبن اخف من الكريمة. ولو عايزين نعرف الكلام دوت ممكن نروح السوبر ماركت، لو هزينا العلبة كده، العلبة لو اتهزت فنعرف ان اللبن اللي جوه خفيف. لو لقينا العلبة تقيلة واحنا بنشتريها، العلبة نفسها نلاقيها تقيلة كده، ده يعتبر كريمة تقيلة، وده المطلوب بالظبط. كده احنا عملنا الخضار اللي عندنا، خضار كده بالنسبة لي خلص. ادوق بس بسرعة بسرعة. تمام، هو ده بالظبط الطعم اللي انا عايزه، هو ده، ولا عايز ملح ولا عايز اي حاجه خالص، هو ده بالظبط. انا عارف مقادير ايديا. كده بالنسبه لي الخضار خلص. هاخد فاصل صغير ونرجع نشوف بعد كده هنعمل الفراخ بتاعتنا بصوص ليمون هنعملها ازاي. فاصل ونعود. برحب بيكم بعد الفاصل. كل اللي انا حضرته هنا عندي مقادير الاكله الثانيه. عندي هنا فراخ، هنشوف الاكله الثانيه اللي هي عندنا فراخ بعشب الليمون بتتعمل ازاي. طعم وريحه جميل قوي في قلب الفراخ، والصوص بتاعها بالفعل حلو. يعني انا بقدر الاسيين في الشغل بتاعهم. عندي هنا فراخ قطعتها بنفس الطريقه ديت اللي هي الطريقه الايمانسيب معنى اصح، او طريقه كده بالظبط اللي هي الحتت الصغيره ديت بالعربي معرفش اسمها ايه، بس معلش ايمانسي اللي هي طريقه فرنساوي او تقطيع فرنساوي كده زي الصوابع. كويس، مهمه جدا ان اقطعها بنفس الطريقه اللي هي الطويله دي عشان تبان، يعني احس ان الحته نفسها بتبان. ده كده بالنسبه لي تمام. انا عندي هنا دي خلاص مش محتاج لها. وبعد كده عندي لازم اخد طاسة، تكون الطاسة حامية. خلينا نشتغل في ديت وهعلي عليها خالص لان انا محتاج الطاسة دي تكون سخنة. عقبال الطاسة عندي ما تسخن عندي هنا شوية من الثوم. هتبل الفراخ بتاعي شوية جنزبيل صغيرين، وبعد كده شوية ثوم برضو صغيرين، وشوية من الكزبرة برضو صغيرين كده، وشوية ليمون صغيرين برضو كده نقطتين، وعندي هنا شوية ملح مهم جدا، شوية فلفل، وشوية كاري أخضر ده مهم جدا. وقلب كل ده كده مع بعضه بالشكل دوت. يبقى جميل قوي لو سيبنا الكلام ده مجرد بس ايه 10 دقايق 5 دقايق قبل ما نعملهم.
عشان يتبل والتوابل نفسها تمسك في الفراخ، او الفراخ بمعنى صح لحم الفراخ يشرب من التوابل اللي فيها. ده يبقى جميل جدا، يبقى بلاس بوينت بالنسبة للأكلة نفسها. هسيب دول على جنب. الطاسة عندي هنا سخنت. طيب هاخد شوية زيت حسب الرغبة، زيت زيتون زيت ذرة، مفيش فيها أي مشكلة خالص. شوية زيت كويسين، مش لازم ان انا اوفر، لان انا بعد كده هشتغل في نفس الطاسة تاني. وهروح جاي بعد كده واخد الفراخ منزلها كده مرة واحدة وسايبها وما قلبش فيها لحد ما احس ان الفرخه بدات تلون معايا، بيبان على طول. ابتدي ان انا اقلب الحته اللي هي ما اتعملتش، بس ان انا ايه افرطها بعيد عن بعض كده. اهم حاجه التفريطه ديت، التفريطه دي بتخلي الفرخه تتاخد سوتيه وفي نفس الوقت ما تفقدش البروتين اللي فيها ما ينزلش. ونقعد نشوف برقيع كده ومش عارف ايه في قلب الطاسه، ده انا مش عايزه خالص. انا عايز احتفظ بالبروتين نفسه اللي في قلب اللحمه، واروح جاي اقلبهم بس قلبه صغيره كده، بحيث ان انا مش عايز اقلب فيها. كل ما اقلب كل ما هينزل البروتين بتاعه، وده طبعا انا مش عايزه. نخلينا كده، وبعد كده ناخدهم نص سوا او ثلاث ارباع سوا. هاخد ايه، ممكن اخد طبق ده. كده بالنسبة لي الفراخ دخلت على سوا، يعني بقت نص سوا. على فكرة ممكن تتاكل كده مفيش فيها اي مشكلة خالص، بس يا دوبك تاخد غلوة صغيرة لان هي هنا مستوية. لو فتحنا كده مثلا، ادي الفراخ بالنسبة لي مستوية وناعمة، ناعمة. وانا باكلها بحس ان الفرخة الحتة نفسها ناعمة، مش بتشد ومش جلد. ده شغل بحب. خلينا ناخد هنا شوية من الزيت. كويس، عندي بقية الجنزبيل هنا، وشوية ثوم. احنا الاكل عندنا في مصر كله برضو ثوم وبصل، ثوم وبصل. فهم عندهم الاكل برضو بتاعهم الاسيوي كله ثوم بصل خضار، بياكلوا خضار كتير جدا. احنا بناكل نوع خضار واحد، هم بياكلوا على طول ثلاث اربع انواع خضار كلهم مع بعض. عندي هنا شويه من البصل الاخضر، ناخد ده كده. وبعد كده عندي عشب الليمون، خلينا ناخد ده احنا مقطعينه اوريدي. هنعيمه خالص بحيث ان هو يستوي في قلب الصوص. كل ده هقلبه كده مع بعضه كويس قوي، وبعدين انزل عليه صوص الليمون اللي عندي مع شوية من الكاري الاخضر اللي هو الجورمي اللي هو معمول في البيت يعني، او اللي هو معمول على الايد. هدوق بقى ايه واشوف الاخبار. سنه ملح بس كده بسيطه مع سنه فلفل، وكده اصبح عندي الصوص بتاع الفراخ خلص. فابتدي ان انا هطلع الاكله بتاعتي على طول، بس اشوف كده. مش محتاج حاجه خالص كده، جميل قوي. في الاخر هروح نازل بالفراخ كده بالشكل ده، وبرده بالصوص بتاعها ده البروتين اللي هو نزل من الفراخ. كويس، خدت التقليبه كده مع بعض.
هروح نازل بلبن جوز الهند، وده أصبح عندي كده الفراخ بصوص الليمون جاهزة. هديها بس ايه تقليبة شوية، وتاخد وتاخد غلوة كده صغيرة مع بعض، غلوة بس بسيطة كده بحيث ان ايه الصوص عندي يتقل. كفاية دوت كفاية. ده لبن ده لبن جوز الهند. لو هنعملهم عايزين الصوص بتاعنا يبقى تقيل فلازم نستعمل كريمة جوز الهند. لو لبن جوز الهند هنضطر ان احنا نديله شوية نشا صغيرين. ده الفرق. تمام. وابتدي ان انا اغرف الاطباق عندي. بعد كده الخضار هنا عندي جاهز. عندي هنا شوية خس اللي هو اللاتخ، بيسموه لاتخ او الخس اللي هو الشرقي بتاعنا. هاخد منه كم عود كده. والخس انا بحطه دايما في الاخر ليه هدف. الهدف بتاعه ان الخس عندي ما يتهريش، لان ده خس طبعا بيتهري، عارفين لما بنعمله ممكن محشي او اي حاجه بيتهري بسرعه، ولذلك انا بحطه ايه في الاخر خالص كده بالشكل دوت. اقطعه كده جوليان، وده مش هيستحمل يعني مفيش 30 ثانيه هتبص تلاقي، هنبص نلاقي الكلام ده كله بدأ يستوي مع بعض. ياخد بس غلوة كده، وده هشيله من على النار. ده كده بالنسبة لي خلاص. والوجبة دي ممكن نطلع بقى معها رز، ممكن نطلع معها مكرونة، ممكن نطلع معها نودلز اللي هي، أنا قصدي مكرونة اللي هي النودلز اللي هي الأسيوي، سواء كان النودلز اللي معمولة من دقيق الرز أو النودلز اللي هي معمولة من الدقيق العادي جدا، دقيق الذرة أو دقيق الأبيض بتاعنا، دي القمح او دي الذره. كويس كده، ده بالنسبه لي خلاص. بقى عندي شويه خضار غني جدا بالبروتين الفيتامين، وخدت بروتين اللي هو البروتين النباتي كمان خدته من لبن جوز الهند. كده بالنسبه لي الاكلتين خلصوا. هشوف انا هطبخ هحط الاطباق بتاعتي في ايه. ممكن اخد الطبق دوت، ده كده بالنسبة لي الاطباق اللي عندنا. احنا عارفين ان في شرق اسيا في مطاعم اللي هي بدون ولا نجمه خالص، يعني افتح الشباك وعد زي ما انت عايز، اللي هم بدون نجوم خالص، دول قاعده عندهم على الارض ما عندهمش اطباق يمكن، فممكن ناكل في ورق موز كده الرز جنب البتاع. انا اخترت ورق الموز دوت عشان اعمل فيه شكل شويه. احنا عندنا اطباق، ولكن برضو في نفس الوقت قلت ايه خلينا نشتغل في ورق الموز، بيدي شكل وطعم جميل جدا مع الحاجة، وإيحاء كمان أما بيكون عندنا على السفرة ورق الموز ده وعندين عازمين حد ولا بتاع، ما بتبقاش حاجة، بيبقى حاجة غير تقليدية، فتبقى السفرة عندنا ليها طابع كده خاص، شكل خاص. كويس، مهم جدا إن أنا أحط كده. هاخد شوية من الفلفل. حطهم كده على طول بالشكل دوت. كده سيرياليزم كده. كويس كده اصبحت الاكلات اللي عندنا خلصت. وهاخد الباقي دوت، وهروح واخد واحده تانية كده. ممكن دي الصينيه او الطاسه اللي هي بنحطها عندنا على السفره. تمام،
ريحه جميله جدا جدا، ريحه لبن جوز الهند مع الخضار مع التوابل اللي احنا حطيناها، حاجه بالفعل ريحتها فعلا جميله يعني. طيب خلينا دلوقتي ناخد اي ديكور خفيف كده، كده بالظبط. ودي كانت الاطباق بتاعتنا من شرق اسيا، اتمنى ان حضراتكم جربوا الطريقه ديت، هتعجبكم ان شاء الله. دي لسه في عندنا اكلات كتيره جدا من الاسبوع الاسيوي هنشوفها كتير مع بعض، وفي نفس الوقت هنتعلم شغل الوك اللي هو الشغل السريع من الاسبوع السريع الاسيوي. اتمنى ان حضراتكم تجربوا الطريقه ديت ان شاء الله تعجبكم. وبالهنا الشيف، كان معكم الشيف هشام البنا، شكرا، مع السلامه. Thank you.